إذن مشاهدينا الكرام، هنا ينطلق شوطنا الثاني في انطلاقات هذا الصباح، وأيضا للفائز بالمركز الأول في هذه الانطلاقة سيحصل على ساعة ثمينة، كذلك في شوط الجعدان الأول وشوط الجعدان المهجنات. كذلك انطلاقة الجولة الأولى مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات الصباح سيحصل الفائزين بالمراكز الأولى على ساعة ثمينة، بينما هنا الانطلاقة الثانية في انطلاقات هذا المشوار، مشوار الصباح، مشوار التنافس الجميل، التنافس الرائع ضمن هذا السباق وضمن مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم في ميدان المرموم. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه أكيد كل التطلعات والآمال بالفوز والنصيب دائما واحتلال المراكز الأولى. العودة إلى البداية ودكتور الأصايل ينطلق في البداية مع المتحدة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد في صدارة الشوط، لكن هناك التغيير مشاهدين الأعزاء من شواهين غيرت واحتلت المركز الأول لمكتوم بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، تنتزع المركز الأول في هذه اللحظة المتحدة في المركز الثاني، ومحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الثبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هناك الفائز السعيد بن محمد بن معتوق العامري في المركز الثالث والمركز الرابع شعار سالم بن سعيد بن بنانه السويدي ياتينا مع وجود في المركز الرابع في هذه اللحظة، هو خامس المراكز. الشايبة واصلة لعتيج بن مسري بن سالم بن العرطي الحميري يحتل المركز الخامس، أما المركز السادس فوصلت مشاهدينا الأعزاء الشاهينية لسعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد تحتل المركز السادس، سابع المراكز هناك وصل مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه اللحظات الشاهينية لسعيد بن محمد أبو إبراهيم في هذه اللحظات في المركز السابع، المركز الثامن وصلت امتياز لسعيد بن العثة بالخزع العامري يحتل المركز الثامن. نشوف المركز التاسع مشاهدينا الأعزاء، وهنا في هذه اللحظة من المركز التاسع عندك ابن ثعيلب عبيد بن ثعيلب المزروعي يقدم العنود على المركز التاسع، بينما المركز العاشر لحبيب بن محمود بن حبيب في هذه اللحظات وفي هذا النداء. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة من مسار هذا الشوط، هذا المسار الجميل، المسار الرائع الذي نتابع من خلاله مع حضراتكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة دبي ريسنج، شاشتكم المفضلة في انطلاقات سباقات الهجن في كل مكان وفي كل زمان. عودة إلى الصدارة والعودة إلى مقدمة الشوط لنرى ونتابع مع حضراتكم بداية المشوار وشواهين اللي انتزعت مقدمة الشوط واندفعت إلى أول المراكز. مكتوم بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير مشاهدينا الكرام هي صاحبة المركز الأول حتى اللحظة، واندفاعها الجميل واندفاعها الرائع، بينهم المركز الثاني هناك دكتور الأصايل مع المتحدة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي ياتينا ثانيا في هذه اللحظة، ولكن ثالث المراكز ياتي العثة بالخزع العامري، هنا في وجود امتياز لسعيد بالعثة بالخزع العامري على المركز الثالث في هذه الاندفاع والتلقائية المميزة. رابع المراكز تصل الفائزة لسعيد بن محمد بن معتوق العامري، خذت المركز الرابع والمركز الخامس العنود لسالم بن سعيد بن منانه السويدي، بينما المركز السادس وصلت الشايبه لناصر بن قريع العامري يحتل المركز السادس والمركز السابع. هنا من خلال هذه اللحظات عاليه لسهيل بن علي بالغصنه العامري ياتي في المركز السابع والمركز الثامن، وصلت سيطره لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي صاحب الشوط الاول في انطلاقات الصباح، بينما المركز الثامن من الجانب الاخر سعيد بن خليفه بن سلطان بن رشيد، والمركز العاشر عندك بن ثعيلب عبيد بن ثعيلب المزروعي على المركز العاشر، ولكن حصل تغيير. نعود إلى صدارة الشوط بعد هذا التغيير ونقترب من الألف ومئتين متر الأخيرة على خط النهاية مع شوطنا الثاني وأول الجولات مشاهدينا الكرام، ولكن لا زالت حتى هذه اللحظة شواهين من تسيطر وتحلق في أجواء الشواهين مع أجنحة الشواهين. مكتوم بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير هي من تسيطر على المركز الأول والكيلو المتر الأخير
الشريف والمتحدة تحاول مع دكتور الأصايل محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يأتي بالمركز الثاني، لكن بن غصنة يحاول سهيل بن علي بن مسعود بن غصنة احتل المركز الثالث في هذه اللحظات مع وجود عالية في ثالث المراكز، هذه الثلاثية اللي تحلق في أجواء الناموس الأول. ولكن شواهين، الله يا شواهين، طائرة شواهين بالناموس، طائرة بالساعة، طائرة بالتحدي، وطائرة الأهالي مرغم. ويلا يا غدير، ركز يا غدير، يا غدير يا ابن خادم، من يدير عملية التضمير في عزبة بن غدير؟ لكن بن غصنة أشوف بن غصنة بدأ يأتي في العلو، بدأ ينتزع المركز العالي، المركز العالي هناك سهيل بن علي بن غصنة العامري وعالية انتزعت المركز العالي في علوها وفي شموخها المميز. يا سلام، الله 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 يا عالية، عالية لسهيل بن مسعود بن غصنة العامري. زاخر سلام يا زاخر سلام مع مشاهدينا الكرام، مع عالية اللي سيطرت وانتزعت المركز الأول في هذا الصباح. المركز الثاني لا زالت شواهين هناك لمكتوم بن محمد بن راشد بن غدير يأتي بالمركز الثاني، ولكن خلاص عالية لسهيل بن علي بن مسعود بن غصنة، لسهيل بن علي بن غصنة العامري يأتي في المركز الأول يسيطر مع عالية ليفوز بانطلاقة هذا الشوط. شواهين تحاول في اللحظات الأخيرة، شواهين وعالية شواهين اللحظة الأخيرة مشاهدي الأعزاء، شواهين لمكتوم بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير تنتزع المركز الأول. المركز الثاني لسهيل بن علي بن غصنة العامري مع عالية يأتي في المركز الثاني، المركز الثالث. إذا مشاهدينا الكرام، هذه كانت النتيجة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن اللحظة الأخيرة كانت حاسمة مع وجود الشواهين لتنتزع المركز الأول في توقيت زمني مقداره 6:05:09 من الثانية في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لمكتوم بن محمد بن رايد بن حمد بن غدير، والتهنية لغدير بن خادم الزرعي. المركز الثاني عالية وصلت في توقيت زمني مقدار 6:06:03 من الثانية. تهانينا والناموس لسهيل بن علي بن غصنة العامري اللي قدم عالية على المركز الثاني. مشاهدي الأعزاء، المركز الثالث نشاهد مع حضراتكم ثالث المراكز، لأن كان الدخول سريع للغاية مع خط النهاية، ولكن نرى لنتابع